خالد يعاني من مرض من صغره، اجرت له عده عمليات، زادت حالته في الاواني الاخيره، اصبح طريح الفراش، وكذلك بدا وزنه يزداد يعني يوما بعد يوم، فوصل الوزن هذا، وان شاء الله نتمنى له الصحه والعافيه. حقيقه شعور لا يوصف، واللحظه هذه لحظه منتظره من زمان، يعني من فتره سابقه، ولكن الملك الله يحفظه ويطول عمره. يعني حقيقه وجه وزاره الصحه بعمل كافه المستلزمات لنقل المريض وليكن بالطريقه الامنه.